الحولي 17/6/2012. من هنا مرت الشبيحة إلى هذه المنازل وإلى هذه المكان. في المناطق أو في المنازل المتطرفة من الحولة في مدينة تلدو تقوم الشبيحة بمداهمة المنازل التي هجر أهلها ينهبون ما ينهبون ثم يقومون بحرق المنازل وأثاث المنزل وكل ما يحتوي. الشبيحة بمساعدة الأمن وجيش النظام الأسدي وكتائبه تقصف ثم تقوم بنهب ممتلكات الناس وإحراق منازلهم. هذه المنازل منازل الحولة في مدينة تلدو وهذا منزل آخر. هذه أصبح حال منازل تلدو. الأمن والشبيحة وكتائب النظام الأسدي يقومون بنهب ممتلكات الناس ثم يقومون بحرق منازلهم منازل السكان الآمنين. الصور تدلك على أفعالهم، أفعال جيش النظام الأسدي، حرق بعد النهب والسلب والقتل والتشريد. وهذا منزل آخر لا نستطيع الوصول إليه لتواجد القناصة في المنازل المحيطة به. يشردون الناس ثم يقومون بسلب ممتلكات منازلهم ثم يقومون بإحراق ما تبقى في ذلك المنزل وبقصفه وتخريبه.